علي العمراني مربي أغنام وعضو بالتعددية بتاعي. كنت قبل نزرع شعير برك ما عطانيش نتيجة كبيرة. الغنم تسرح في ساعة في ساعة تدخل القطعة في ساعة تخرج. جاتني الفكرة باش نزرع الخلطة هذه، قصيبة ولا شعير مع السلة مع حلبة مع القرفالة. لقيتها تعطيني نتيجة باهية، نتيجة خارقة للعادة. شدني أول حاجة في المسرح وقت باهي، النعجة تروح شبعانة خاطر ما هيش تاكل في حاجة برك، كل حاجة تاكل منها شوية. في نفس الوقت أنا تساعدني للتداول الزراعي، معناه باش العام الآخر أنا نلقى أرضي ما هيش كسب على كسب، معناها نفست. هيك هو اللي أنا حبيت باش نعمل الخلطة ذي ونستمر فيها الحكاية. عملت 100 كيلو حلبة على 50 قرفالة، 30 شعير وثلاثين سلة، ولقيتها حاجة خارقة للعادة. هيك وإن شاء الله احنا سرحنا فيها تو 25 يوم، وهو مش نحشو القرط ونشوفوا المنافع متاعه زادة في نفس الوقت. بالنسبة للخلطة أنا هكا تو سبعة عجبتني، معناها الشعير ما هوش برشا، ما قتلش السلة، ما قتلش الحلبة، وما قتلش القرفالة. معناها خاطر إذا كان كثرت الشعير راه مشي ينحي كل حبتين. تكون فلاحة تبادل نفس الزراعة، يعني إذا كان ما لقيناش الوجهة الوحيدة هو السوق. اسمي محمد طاهر التهنتي، رئيس شركة تعاونية، طولت شركة تعاضدية مع الشركة التعاونية بالقرية دي، قرية تهنت اللي تتبع شوميد ولاية بنزرت. كنا بكري احنا من بكري من اللي احنا صغار نقول الكبار نتاعنا يزرعوا الكسيل، بالنسبة اللي عنده ساعة يزرع كسيل. الكسيل فاش يتمثل في شعير، يجي لطبة ولا اثنين ولا ثلاثة يزرعهم باش يلقوا يسرح بالساعي نتاعه. وقعدنا ماشيين على الكراية ذاك معناها فترة زمنية طويلة. يا أخي مؤخرا كيف اندمجنا في الشركة هذه ولا ثم الماء معناها بزراعة الحافظ وكذا من ناحية باش الحفاظ حتى على الأرض، لأنه الأرض قاعدة تتعرى أكثر فأكثر. بالنسبة لنا احنا في القرية هذه قرية تهنت، كلي ناس هما فلاحة صغار في واقع الأمر يلزم يندمجوا مع بعض ثماش ما يعملوا حاجة. وبالنسبة للمرافق اللي واقع معنا في متعلق بالزراعة الحافظ وكذا، أنه وقعت لنا معناها جابونا تجارب تبعناها، التجارب عطات منافع. كونه كي نزرع مثلا احنا نربوا الأغنام والماعز وكذا الحيوانات، انه نزرعوا لهم الكسير باش نلقوا ما ياكلوا في اول الشتاء. كان بكري يزرعوا شعير برك يمشي، اما ما يقاومش الدرجه الكامله. امكانياتي اذا تتوفر نواصل بالزراعه الحافظه وتساعدني. انا جربت فما عندها منافع ساعدتني.